الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، فضلا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي. أعلن مصدر مطلع أن هناك إشارات عن قرب للتوصل لاتفاق بشأن هدنة في قطاع غزة، وأوضح المصدر أن النقاط الخلافية يجري العمل على تدليلها خلال المفاوضات التي تستكمل اليوم. وأضاف المصدر أن حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تشارك في المفاوضات. من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشقة أن الحركة متمسكة بموقفها تجاه مقترح الهدنة وبموافقتها عليها، مشددا على أن إسرائيل غير جادة في التوصل لاتفاق وتستخدم المفاوضات غطاء لاجتياح رفح الفلسطينية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل لن تحصل على دعم بلاده إذا دخلت المناطق السكانية في رفح الفلسطينية. وأوضح بايدن أن القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين. في الوقت نفسه أكد بايدن أن واشنطن تعمل مع الدول العربية المستعدة للمساعدة في إعادة الإعمار في قطاع غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 16 فلسطينيا. كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن شهداء ومصابين. تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود بين الجانبين، وأوضحت مصادر لبنانية مقتل 3 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة الخيام. من جانبه أكد حزب الله مقتل 2 من مقاتليه في القصف الإسرائيلي، كما تبنى حزب الله تنفيذ 11 هجوما على الأقل ضد أبنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي وضد تحركات جنود ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل، أطلق في عدد منها مسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة. صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن انتصار روسيا في الصراع الأوكراني سيكلف واشنطن ثمنا باهظا. وقال أوستن خلال جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ إنه لا يوجد سبب مقنع للاعتقاد بأن بوتين الذي أصبح أكثر جرأة سيتوقف عند أوكرانيا، وهو ما يعني هو ما قد يعني تكاليف باهظة لا يمكن تصورها بالنسبة للولايات المتحدة على حد قوله. توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد، وأعلنت الرئاسة البلجيكية للتكتل أنه سيتم استخدام هذه الأموال لدعم الدفاع العسكري وإعادة إعمار أوكرانيا. من جانبها أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوردين لاين بالقرار، معتبرة أنه لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة ولا استخدام أفضل لهذه الأموال لتصبح أوكرانيا وأوروبا بالكامل أكثر أمنا. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بودابست في المحطة الأخيرة ضمن جولته الأوروبية بعد فرنسا وصربيا. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وتأمل دول أوروبية عدة في إقناع شي بتقليص الفجوة التجارية بين أوروبا والصين
من خلال توفير فرص أفضل للشركات الأوروبية في السوق الصينية وتقليل الدعم الحكومي المقدم للشركات الصينية المصدرة.